اجتاز طريق الحرير البحري والبري الجبال والأودية والبحار والأنهار، مما فتح بابي شرق وغرب آسيا وسجل التاريخ هذه الصفحة المجيدة. واليوم تركت إنجازات التعاون بين بلدي الكويت والصين ذكريات جميلة في أذهان الناس في القرن الجديد. منذ عام 1982 قدم صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية نيابة عن الحكومة الكويتية قروضا يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 652 مليون دولار أمريكي، أنفقت على 27 مشروعا إمائيا في الصين. وقد تم بناء معظم المشروعات وبدأت في الإنتاج، حيث لعبت دورا نشطا في الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين المستوى المعيشي لسكان بمناطق المشروعات. وقد فتح التعاون الودي بين صندوق الكويت والصين صفحة تاريخية جديدة وبنى جسرا لصداقة بين الشعبين. إن مشروع مطار شامن الدولي كواحد من أقدم المشروعات المستفيدة من قروض الصندوق الكويتي حظي باهتمام ودعم متواصلين من الحكومة الكويتية على مدار إنشائه. ومنذ عام 1983 تم تقديم قروض ذات قيمة عالية إلى المشروع من خلال ثلاث مراحل متعاقبة وحاسمة من مراحل إنشاء وتوسيع المشروع. وبفضل الجهود المشتركة للجانبين قام مطار شامن بتطوير مرافق البنية الأساسية بمعدات متقدمة ووظائف تشغيلية ملائمة وفي بيئة تتميز بالجمال. وقد تطور حتى أصبح همزة وصل جوية هامة تربط بين أنحاء الصين وجنوب شرقي آسيا واليابان، ويخدم المطار 119 خطا داخليا ودوليا. ويعد النصب التذكاري لصداقة الكويتية الصينية الذي يقف شامخا في الميدان الواقع في مواجهة قاعة الانتظار، شاهدا على تاريخ التعاون المثمر يراه المسافرون الصينيون والأجانب. نحن مع الأخوة في الصين منذ بدء نشاطنا في عام 1980 نقوم بعمل برامج على مدى 3 سنوات. أعني في ذلك أن كل 3 سنوات نجتمع مع الأخوة في الصين ونحدد ما هي المشاريع التي تريد الحكومة الصينية أن يساهم الصندوق الكويتي في تمويلها على مدى 3 سنوات، وكذلك ما هي المبالغ التي ستخصص مبدئيا لهذه المشاريع من قبل الصندوق.
هذا هو أول مشروع وبداية التعاون بين صندوق الكويت والصين، فقد ساهم صندوق في تمويل هذا المشروع بمبلغ قدره 46 مليون و200 ألف دولار أمريكي. وكان عام 1982 بداية فترة الإصلاح والانفتاح على الخارج في الصين، وكان احتياطي الصرف المالي محدودا، وحصل هذا المشروع أي مصنع نينكو للأسمنت على قروض صندوق لشراء المعدات المتقدمة ثمانا للإسراع في البناء. وقد تحول المصنع الآن إلى مجموعة شركة ضخمة تعتبر من أكبر 10 شركات عالمية لإنتاج الأسمنت في عام 2002. نعبر عن شكرنا القلب لما قدمته الكويت لنا من دعم كريم، وسنحافظ دائما على علاقات التعاون الودي مع الكويت. قد أدى تعاون صادق بين صندوق والصين إلى نتيجة مثمرة في المنطقة الصحراوية بغرب الصين، ويدل على ذلك الطريق السريع بين يولين وتشيمبين الذي يبلغ طوله 116 كيلومترا. ويتحلى هذا المشروع بأهمية بالغة لتنمية مناطق غرب الصين. نتأمل أن يستمر هذا التعاون من خلال برامج أكثر في المستقبل لمحاولة تغطية أكبر جزء ممكن بالنسبة للأقاليم المختلفة ولقطاعات مختلفة أيضا. هذا هو مشروع مكافحة الفقر والضخ مياه الري في منطقة نينشا ذات الحكم الذاتي لقومية هوي المسلمة، ويعتبر من مشروعات البناء الصينية الهامة، وكذلك أول مشروع لتنمية ريفية المتكاملة بتمويل صندوق، حيث ساهم صندوق في تمويل المشروع بمبلغ 66 مليون دولار أمريكي بهدف ري حوالي 90 ألف هكتار وحل مشكلة الفقر ل 675 ألف شخص وتوطين حوالي 480 ألف شخص. وقد بدأ في عام 1998 بناء المشروع الذي يضم الري وتوليد الكهرباء والاتصالات والزراعة والتهجير القوم والإدارة المتكاملة للحقول، وسيكتمل المشروع عام 2003. وقد أولت الحكومة الصينية اهتماما بالغا بالمشروع، حيث تفقد رئيس مجلس الدولة الصينية السابق تو رومتي موقع المشروع عام 1999 وأشاد بالمشروع. وبناء على إحصاء عام 2001 فإن معدل إنتاج الحبوب للهكتار الواحد في منطقة خونسباو المروية بلغ 3750 كيلوغراما، وحقق حوالي 30% من الفلاحين المستوطنين بالمنطقة الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وتحسنت البيئة الطبيعية للمنطقة تحسنا ملحوظا، وتحولت الأراضي البور إلى واحة تتشابك فيها القنوات والطرق وتتكامل المنشآت.